مع استمرار الضغط الدولي على النظام الإيراني لوقف سياساته الإرهابية في المنطقة، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن الدول المشترية للنفط من إيران يجب أن تستعد لوقف جميع الواردات منها بدءا من نوفمبر، مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران. وأكد المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه أن الولايات المتحدة ستعزل تدفقات التمويل الإيرانية، وأن وفدا أمريكيا سيتجه إلى الشرق الأوسط الأسبوع القادم لتشجيع منتجي النفط الخليجيين على ضمان إمدادات نفط عالمية، مع فصل إيران عن السوق في نوفمبر المقبل.